سلام، كديرين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. أليكس شو بغا يبان في الفيديو اليوم؟ فرحانة حيتاش جاني الكود ديال ادسنس. شوف مهم جاني الكود ديال ادسنس. قلت انا قلت عمرو ما غايجيني، صافي است. المهم نمشيو نديرو شي حاجة، نوريكم روتيني اليومي. هنا عجلنا الخبز كما كتشوفوا، مغطينو بهذا المانطا ها هو ومخلينو كيخمر. واليوم عندنا واحد شميشة واعرة. شوفوا هادو اللي ساكنين هنا كيفكروني عارف في المغرب كاينين دوك سطوحة منشورين فيهم الحوايج. المهم كنت باغا نشارك معكم حتى التليفون اللي شريت ايفون 11، هو هذا في الاحمر. ما كنتش شاركته معكم، قلت نوريه لكم نيت. المهم عاقبلو على هذا الفيديو حيت شحال وانا كنفكر في الفيديوهات اللي ندير لكم يعجبوكم. قلت انا غندير فيديوهات اللي كيخرجوا ليا ولا عجبوكم هي هذيك، ما عجبوكمش ماشي مشكل، كل نهار وغنزيد ندير فيديوهات حسن. وبقاو معايا. المهم انا دابا غنوجد راسي باش نمشي للبيرمي، ما كاينش بزاف، غندير شي حاجه خفيفه بزاف. المهم بدات وجهي ولا ناشف بزاف ديال ولا كينشف بزاف ديال الناس مع البرد كيتكبر. ما عرفتش واش كيتقالو كيك. نشوف هنا حيت هنا عندي وقلا غنبان حوله. كنشوف هنا حيت هنا عندي فهمتها المرايا وانا نتفرج عليها هكا. دابا انا عندي هاد الحاجب مبدل على هذا هو اللي كنفضل حاجة مصوبته ديك النهار مزيان، وهذا ما عرفتش نقادو بحال هذا. حاولت نديرهم وجبت شوية ما بيناش بزاف. فيهم شطم ديما عندي مشكل مع التليفون كيطيح، ما عرفتش مع دابا ما عرفت فين حطيت هذيك لي الرينغ لايت اللي كنشد بها. اليوم غيبقى عليا غنكليه بهذا من هذا البلاصه كاريوك. دابا نشوفو ما يبقاش يطيح.
المهم انا دابا غندير الايلاينر. ديما كنخطا ملي كنكون شاده الكاميرا كنبقى عام باش نديرو. هاد المره خرج ليا، عرفتوا باش يخرج لكم ديك الساعه خاصكم تشدوا المرايه. ومهم الا كانت عندكم مرايه عاديه غتهبطوا هكا تحت وجهكم وديروا هكا وتشوفوا لتحت وديروا وغيخرج لكم ديك الساعه. دابا غندير نيفي.
لقيت هكا. المهم هكا كان كيدا احسن. المهم دابا غنغسل اللبس اللي عندي هما كيش نتعس صافي. المهم اليوم دابا غنغسل اللبس اللي غنلبس وغنرجع باش ندير العكر. المهم هذه هي اللبسه اللي لبست. شو السبرتيله غنلبس جاكيطه. غنشوف دابا اش من جاكيطه نلبس مع اللبسه حاجه ما نقدرش نخرج هكا كاين البرد. المهم بقاو معايا. الجاكيطه كتبان ليا جات ما عرفتش علاش في الكاميرا كتبان جات خايبه ولكن جات زوينه. المهم صافي هذه هي اللبسه. المهم رجعتكم بالمهم. دابا غندير شي عكر ونسالي. واخا كنديروا الماسكارينا كنبغي ندير العكر كنعمرها كامله ولكن المهم من غنحيدها وبقاو معايا. المهم دايره الفلتر حيتاش ما عرفتش كنشوف راسي احسن من الفلتر. في الاخر ما ندير حتى عكر غندير غير هذا بحال ديال 24 ساعه كتشريتو شحال هادي ما كنستعملوش بزاف ديال الماياني الا كنتو تشوفوا. غندير هذا هو زوين وريحته فنة. هو ماشي بحال هو بحال 24 ساعه في اللون ولكن ما كنظنش كيبقى 24 ساعه. المهم دابا نجرب دابا ونقول لكم باي باي تشوفوا في الزنقه. المهم انا دابا غادي للبيرمي كنتسنى باش يجي يديوني وتشوفوا من بعد كيبان لي هذا. المهم هذه هي نهايه ديال الفيديو. نتمنى يعجبكم ونتمنى تخليو لايك وكومونتير وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش يزيد القناه تاعتي. الا بغيتو شي فيديو قولوا عليا في الكومونتير باش نديرو لكم. البارح ما ساليتش باش نكمل لكم الفيديو في الوقت ولكن ماشي مشكل. نشوفو فيديو جديد ونتمنى تكونوا بخير ومبروك عواشركم.